أنا في مطار طهران أريد أجي للنجف، صعدنا بالطيارة، أكو سيد شاب صغير يعني عمره صغير بالعشرينات يعني معمم قاعد بآخر شيء، كانت الخطوط الجوية العراقية، راحوا للجماعة فارغ الطيارة قالوا له سيدنا مكانك فارغ، مكانك مزعج بالأخير كلش يم المحركات ما أعرف شنو، فتيجي تتقدم وسيارة فارغة الطيارة بيها مكان، قالوا ما أروح، قالوا لي ليش؟ قالهم البوردينج مالي مكتوب بي 50، 51 اللي بصفه ما يصير أقعد بيه. اجوني والله أنا ما أعرف الرجل ما مشخصة يعني تماما، قالوا شيخنا هذا بيش، قال السيد وهذا ما يقبل وطعنا أنه بمحاضرة أخلاقية وطعنا جسمه، قلت له منو هذا؟ قالوا حفيد السيد السيستاني الله يحفظه ابن سيد محمد رضا. هاي تقوى لو مو تقوى؟ ها شلي شغل أنا بغيري؟ نزلنا من الطيارة كان يوم غبار وتراب، لقينا أن الأجزازات اثنين سود واقفات جوا جناح الطيارة، الفد واحد نكرة والله ما معروف وشالنا وراحن، وهو صعد ويانا بالباص الطويلة، وهو لو مو يقدر يجند الناس لو ما يقدر مرجعية عليا إمام الشيعة بالعالم، ونزل حالة حالنا واقف بالطابور وختم بالطابور ويانا وطبينا وصعدنا بالسيارات كالمعتاد ومثلنا. تقوى لو مو تقوى؟